انا زي ما قلت ان الامريكان سيستم هو عباره بيبتدي من الكي جي لغايه جريد 12، ليه ميزات كتيره، وهو عباره عن نظام من الانظمه اللي بتعتمد على حاجه اسمها ستاندردز او معايير. يعني بيختلف عن جميع الانظمه الاخرى ان انا ما عنديش كتاب ادرسه من جلده للجلده، انا عندي ستاندردز معايير وسكيلز مهارات بتبني عليها الكريكولم اللي عندي او المنهج اللي عندي، وبيبتدي الطالب يتاسس من كي جي لغايه جريد 12. عشان كده لما بنيجي للمرحله النهائيه اللي هو من بدايه جريد 11 اللي هو نقول من شهر 5 في جريد اللي هو راح على جريد 11، بيبتدي الطالب دوت عنده فعلا انفورميشن يقدر يفعل او يخلق مشروع معين ويقدر يحل اي شيء. فعشان كده بيبتدي في المرحله دي ان هو يشتغل على السات. لو انتوا بصيتوا هنا انا قلت ان المنهج بتاعنا او السيستم دوت بيتبني على حاجه اسمها KSA اللي هي نوليدج وسكيلز واتيتيود. نوليدج اللي هي المعرفه، وسكيلز مهارات، واتيتيود هو عباره عن اللي هو البيهيفير او السلوك. فطبعا ده منهج شامل كل شيء، بيعتبر منهج ممتاز. طب تعالوا نشوف الكريكولم بتاعتنا او المناهج بتاعه الامريكان دبلومه بتتبني ازاي. هي بتتبني على معايير بالنسبه للماث والانجليش موجوده في حاجه اسمها كومن كور ستيت ستاندرد، ودي معايير موجوده في امريكا وبتتبني عليها اي منهج بيبنى عليه سواء ماث او انجليش. ونركز انا ما بتكلمش عن كتاب، انا بتكلم على منهج، والمنهج يختلف عن الكتاب ان الكتاب جزء من المنهج. اما الساينس فبيبنى على حاجه اسمها نيكست جينيريشن ستيت ستاندردز،